امتناع الطلبة عن الدراسة وفيما يتعلق بالنظام العام. التحالف من أجل الجمهورية يفترض اليوم تدعميها في الليل ويبدأ الأربعاء حتى الآن ما جهز. أنا أعطيكم خلاصة فيما يتعلق بامتناع الطلبة عن الدراسة. التحالف من أجل الجمهورية يدعم قرار شباب الثورة وجميع المعلمين في امتناع الطلاب عن الدراسة من أجل حمايتنا، لأن وزارة التربية فشلت في حماية الطلبة والطالبات وسمحت للبلطجية وقوة الشارع أن تدخل حتى إلى مدارس البنات، فمن أجل حماية أبنائنا نحن نرى هذا القرار. حريتنا اضراب الكرامة، من اجل اسقاط النظام اضراب الكرامة، لاجل البحرين اضراب الكرامة، من اجل المصابين والجرحى اضراب الكرامة، من اجل المعتقلين والرموز ومن اجل الشهداء ومن اجل شعبنا اضراب الكرامة.